أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
يطاف علينا
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمنا وما ظلمنا وما ظلمنا ولكن كانوا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد أم أبرموا أمرا فإنا
قول إن كان
قل الفاتحة.